ازاي الحاج محمود؟ مش بخير برضو؟ الحمد لله. اتفضل. خير يا باشمهندس. انا رست علي عمليه كبيره 9 مليون متر. برافو. بس المواكيك اللي عندي ادمت ومواد الصباغه يا دوب تمشينا شهر ولا اتنين بالكتير. ايوه يا عصام، اديني دوسيه مصنع الباشمهندس حسين محمود. انا في الحقيقه خايف الوقت يروح ونخسر العمليه. طلباتك. اتفضل. خمسة آلاف مكوك، 1013، 3 طن صباغة. عال عال، التوكيل موجود والسجل الصناعي موجود. ابعت لي رخصة المصنع عشان نقدر نستلم الطلبية من شركة النصر. بس أرجوك بسرعة. لا اطمن. لا لا، بعدين لما توصلك الطلبية نبقى نتحاسب. أنت راجل مضمون يا باشمهندس. أستاذ، مع السلامة. بونجور داجي. بونجور يا حبيبتي. أهلا إكسلانس. أهلا بصديقنا العزيز. من غير ما نضيع وقت ندخل في الموضوع، أنا عندي ميعاد مهم. كوثر كلمتني عن مشروعك، بس أنا عندي فكرة تانية، إيه رأيك؟ أنا تحت أمرك. أنا عندي مكتب هنا في مصر ومكتب في اسكندرية، ومحتاج لمدير أعمال كفء أعتمد عليه ويريحني. المرتب 200 جنيه وعمولة 10% عن كل عملية، إيه رأيك؟ أنا المشروع اللي كلمتك عنه يا عمي. وافق يا عادل، من بكرة هتبقى مدير أعمال دادي. أصل المشروع اللي كلمتك عليه يا عادل. وافق. خلاص؟ يبقى مبروك. ميرسي يا فندم. باي باي. باي باي. مبروك يا مدير. عيب المدير محدش يبوسه. زيجي بنت حلال، مفتاح العربية. أنا خارجة. خلاص هاخد عربية بابا. اسمع يا أحمد. نعم. مجاش جوابات؟ لا مفيش. مش معقول، لا بعد الشر يكون جرى له حاجة. هيجرى له إيه؟ ده زي القطط، تلاقيه لبد في شغلانة نسيته زيزي وأبو زيزي. قصدك إيه؟ عادل يا حبيبتي مصلحته فوق كل اعتبار. ما تظلموش. التمثال اللي انت رسمهوله مش موجود في الحقيقه، موجود في خيالك وبس. اسمع كلام اخوك وسيبك منه. ما تنرفزنيش بقى. خلاص بقى. ايه مالكم يا اولاد؟ لا ابدا يا بابا، كنا بنتكلم على واحد صاحبنا شغلنا ومحير بالنا. هنحير بالنا ليه؟ كل واحد يدور على مصلحته. جاي كلامي مصلحته. ياه.